تظهري فيي اطلب منك طلب صغير. شو في؟ من بعد اذنك يعني، ومن بعد ما تخلص. الممثل مارون شرفان يتعرض لحادث كبير اثناء تصوير الزمن الضائع، والمنتج إلي معلوف يكشف التفاصيل للجديد. تعرض الممثل اللبناني مارون شرفان لحادث كبير أثناء تصوير مشاهده في مسلسل الزمن الضائع للمنتج إلي معلوف، والمقرر عرضه على قناة الجديد قريبا. وبحسب ما أكد معلوف في اتصال مع الجديد، فإن شرفان وخلال تصويره إحدى المشاهد في قصر العدل في محلة الجديدة انزلقت قدمه ووقع أرضا، فتم نقله مباشرة إلى المستشفى حيث سيخضع لعملية جراحية كونه يعاني من كسر في الورك. حادث كبير مش صغير، الزلمة مكسور الحوض تبعه، عنده عملية كبيرة. شو صار معه هو بالضبط؟ كنا عم نصور بقصر العدل امبارح، ضحك هلا انكسر الحوض، انكسر الورك مش الحوض، الورك انكسر، الورك وقع بعدين انكسر، هلا ما بقى نعرف. يعني نحن كنا عم نصور بقصر العدل بجديدة فجأة ضحط ووقع. طبعا نقلني على المستشفى، وهلا اليوم عنده عملية، بده عمليته لان عمره 78 سنة، منه صغير. ووفقا لمعلوف، فان الممثل شرفان الذي يبلغ من العمر 78 عاما سيضطر للمكوث في المستشفى بعد اجرائه العملية، ولن يتمكن من استكمال التصوير، الامر الذي سيمنعه من تصوير باقي المشاهد، لذا سيضطر القيمون على العمل لايجاد مخرجا للموضوع وتبرير غيابه عن تلك المشاهد، كونهم لا يستطيعون إلغائها نظرا للالتزامات التي تمنعهم من تأجيل التصوير إلى حين يستعيد الممثل عافيته بشكل كامل. كيف يا ست دليدة؟ أزوقك؟ مين هون؟ كمان؟ من جهة أخرى، لفت المنتج لي حبيب في حديث للجديد إلى أنه لا يزال هناك 4 أيام لانتهاء تصوير العمل، واعداً المشاهدين بمسلسل درامي مميز يطرح قصة حب معاصرة ويتناول قضايا اجتماعية من بينها المشاكل التي تعترض مهنة الطب، كما أكد على أن المشاهدين سيتعاطفون مع شخصيات المسلسل لأن القصة جديدة وواقعية. بهذا العمل نوعدهم بمسلسل جيد جدا، رح يحبوه، قصة جديدة ما تعالجت بالقبل. طبعا الخير والشر موجود بكل الدراما، انما هيدي القصة كتير جديدة ما صارت ولا مرة. يعني بأكد لهم للجمهور انه رح يحضروا مسلسل جديد بنفس حلو، بدراما حلوة، بده يحبوه، بده يتعاطفوا مع الشخصيات، لأنه بناء الدراما للشخصيات كلها، القصة كلها جديدة واقعية. يذكر أن مسلسل الزمن الضائع هو من تأليف جابي مرعب وإخراج مريانة صقر وإنتاج فينيكس برودكشن لصاحبها إلي سمير معلوف، وقد انطلق تصويره قبل أشهر طويلة وتوقف عدة مرات بسبب انتشار فيروس كورونا، ويشارك في بطولته عدد من النجوم أبرزهم جو صادر، جوي هاني، أسعد رشدان، مشدي مشموشي، فادي إبراهيم، هيام أبو شديد، حسن فنيش، جوال الفرن وغيرهم، ويتألف من 70 حلقة، وسيباشر عرضه قريبا على قناة الجديد.